مناقشة علمية، ما لا داعي للزعل والانفعال. أنا بس حبيت أبين وجهة نظري. طيب دكتور، إيش تفسر تناقضه في الأقوال؟ يعني في جلسة الاعتراف الأولى كان منال حجة جدا جامدة، واعتراف الثاني كان مضطرب ومتوتر. هذا يدل على اضطراب سلوكي عنيف. يعني أتوقع أن حالة الشيزوفرينيا احتمال قائم. أنا شايف أنه الأقرب، واللي يثبت كلامي وجود مفتاح فل الضحية الأخيرة في جيبه. ممكن، لكن وش تفسر الرسائل اللي تركها في مسرح الجريمة واللي ثبت أن الخط فيها ما كان له؟ أعتقد أنها خرجت عن موضع المرض النفسي، ولا وش رأيك؟ هذه بالذات ما لها أي تفسير عندي. لكن يا دكتور اسمح لي على السؤال، وإن كان في إحراج عليك، أنا لاحظت من ضمن المهدئات اللي صرفتها له وجدتها الدواء اللي ما له أي علاقة بالحالة. إيش قصدك دكتور؟ ما قصد شيء دكتور فواز، لكن أنا لقيت أنه ما يناسب حالته. من فضلك يا دكتور، أنت بالشكل هذا توجه لي تهمة خطأ طبي، وأنا ما أقبل. أنا طبيب مو صغير، أنا فاهم إيش اللي يحتاجه مريضي. العفو يا دكتور فواز، ما قصدت اللي تفهمه، أنا أسألك عن السبب. أنا ما أدري عن حالته مثلك، مجرد استفسار. بعض الأحيان كنت أحتاج أنشط ذاكرته حتى يسترجع ماضيه، وأعرف أغوص في أسرار عقله الباطن. وعادة كنت أصرف له العلاج قبل أي جلسة استماع. عموما يا دكتور فواز، أنا آسف لإزعاجك وأشكرك على اللقاء. والليل الرائد فيصل حتى في بيتنا. سليمان خلاص اصعد فوق. شوف يا تركي، أنا حبيت أجيك البيت بصفة ودية، وما رضيت إن أنا أجيبك المكتب عندي. تجيبني المكتب؟ أنا مثلا متهم ولا مجرم؟ اسمع يا تركي، أبغاك تحكي لي كل شيء عن طارق، وكيف تعرفت على طارق. أستاذ فيصل، طارق للحين براسك؟ احنا بنتكلم عن أمن يا تركي، خلي العواطف على جنب، واحنا المتهم عندنا يظل متهم حتى نثبت غير كده. لكن طال عمرك انا قلت لك انه طارق بريء من البداية، لكن علشانك وعلشان جيتك بيتنا راح أقول لك كل شيء من البداية. تخرجت من الثانوية العامة وكنت أنتظر أني أستلم إدارة أعمال أبوي، الشركات والمطاعم، لكن أبوي اشترط علي أني أكمل دراستي الجامعية علشان يسلمني كل الأملاك بسبب كبر سنه وحبه للراحة وانزعاجه من عمي اللي دخل خشمه بكل أملاك أبوي وبدأ يستغل كبر سنه. فقررت أني أبدأ دراستي الجامعية بقوة
طلبت من أبوي أني أدرس بالخارج، فاخترت أني أدرس بالكويت. درست فيها لكني فشلت هناك، لأنه صار عندي أصحاب كثيرين وصارت لنا طلعات وروحات وجيات، فاهتميت لوناستي أكثر من دراستي، فانتبهت لنفسي وقررت أني أغير المكان لأن دراستي أهم من كل شيء. اخترت أني أروح لمصر لأن أغلب أصحابي تخرجوا من هناك. رحت الإسكندرية وحولت الكلية أنظمة بحار، لكن كنت لحالي ولا أعرف أحد. تعبت نفسيا من الوحدة، تعبت من ضيقة الصدر وابتعادي عن أهلي. صرت أذاكر لحالي، أمشي لحالي، يمكن وصلت أني أسولف لحالي بعد. بعدها قررت أني أخرج من الإسكندرية، لكن كنت خايف أني أضيق صدر أبوي ويحسب أني لعاب. قعدت أفكر وأفكر وأفكر إلى أن قررت أني أروح للقاهرة. قلت يمكن أن الحياة هناك أسهل وأجمل وأحصل أصحاب هناك. رحت القاهرة ودخلت جامعة القاهرة هناك قسم إدارة واقتصاد، وبدأت الدراسة هناك. لكن للأسف نفس المشكلة اللي صارت بالإسكندرية، إحساس بالغربة والضيقة. لكن كانت بالنسبة لي شيء إجباري أني أكمل، خاصة أني أبغى أثبت وجودي عند أبوي. استمرت الدراسة واستمر التعب والطفش إلى أن جت الاختبارات النهائية لأول سنة، وأنا ما زلت لحالي وحيد. في الفترة اللي قبل الاختبارات بدأت أذاكر، واخترت أني أذاكر بالمقهى اللي قريب من السكن. هلا هلا يما. هلا والله، شلونكم؟ عساكم طيبين؟ والله الحمد لله تمام. لا والله يا يما قاعد أذاكر والله. لا والله عندي اختبار بكرة، عندي اختبار وقاعد أذاكر. لا والمشكلة يما، المشكلة إدارة ما هي مادة تخصص، والدكتور نفس الخشمة ما أدري شلون صارت هذه، وأنا ماني فاهم المادة أصلا، فعد دعواتك بالليل. لا لا إدارة إدارة ما هي تخصص. ليتك يما مديرة الجامعة. الله وشلون أبوي وسليمان؟ أهل الرياض كلهم طيبين الحمد. خلاص إن شاء الله إن شاء الله. لا لا أنا راح أكون موجود، راح أرجع البيت على طول إن شاء الله. خلاص بعد اختبار أنا أدق عليكم بكرة. ايوه يما ترى حتى لو ما حليت كويس راح ادق ترى. اوكي اوكي يلا مع السلامة. السلام عليكم. السلام. تسمح لنا؟ السعودية؟ لا. السعودية؟ لا لا من الرياض. طب ما السعودية من الرياض يا أخي. تعرفني أعرفك، وش تبي بالضبط؟ والله أنا يعني سمعت مكالمتك مع الوالدة بتاعت وراك، عرفت إنك تدير صدارة أعمال، أنا أقدر أساعدك. لا أنا درست توحيد يا اخي. بقول لك انا دارس انا اعمل كويس، بقدر اساعدك كويس جدا في دراستك. تساعدني شلون يعني؟ ايش تبي تسوي؟ عارف الدرس طارق عز الدين الهلالي صاحب شركات الهلالي هنا في مصر، شركات كبيره جدا، ودارس انا اعمل كويس.
أنا ممكن أساعدك يا أخي. شلون يعني تساعدني؟ تعرف الدكتور مثلا؟ أنا درست كل المواد اللي أنت بتتكلم فيها، وأقدر أساعدك. وريني مثلا. خبش هاي. أهم شيء. وتصاحبت أنا وطارق، وعرفته هو وأبوه وأخته، وبدأت حياة دراسية جديدة هناك. كنت أول مرة أشعر بصداقات. هذاك الوقت أشعرني طارق وأبوه وأخته إن ما في غربة هناك، وصرنا أصحاب، صرنا نلعب مع بعض ونستهبل مع بعض وننكت مع بعض. وفي السنة الأخيرة، وقبل لا أحصل على شهادة البكالوريوس، قبل الاختبارات النهائية الأخيرة، توفى أبو طارق، وبقى طارق وأخته عايشين حياة فقر، حياة جديدة مليئة بالتعاسة، وتشردوا بالشارع، ولا لقوا لا عم ولا خال ولا أقارب يسألون عنهم أو يحنون عليهم. وقتها رجعت للرياض وأنا حامل شهادة البكالوريوس، وقررت أني أخدمهم بأقصى ما أستطيع. رجعت للرياض وطلعت لهم فيزا وجو هنا للرياض. ها، عرفت كل شيء؟ هذا كل اللي عندي. ما في شيء ثاني يا تركي؟ شكرا لك. العفو، شكرا لك. هلا يا عمي فريد، الله يحييك. الحمد لله بخير. لا والله انا تحت في الدور الارضي في الكافيتيريا اشرب شويه شاي. ايه تفضل. استاذنت الادعاء العام للافراج عن بدر لعدم كفايه الادله. طيب ليش